السلام عليكم المشاهدين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنتمنى تعطيونا اللايكات والتعاليق والبارتاج فضلا وليس امرا. وغندوزو الموضوع. البارح ملي كندير المفرقع والسريعه اللايف، السريعه بقات كتستهزأ من الخزان، كتقول لي ود الكاريان، وكتستهزأ من ديك الكلمه ديال ود الكاريان. بغيت نقول لك السريعه الحقيره البواله، والله هو ود الكاريان وعنده النفس هنا، النفس ديال الرجوله، والنفس كيغير على الشرف ديالو والشرف ديال عائلته. والله ما ولد الكاريان وراجل، ولا واحد ولد الفيلات وشماتة وديوتي، ما فيش النفس ديال الرجولة. نفضل نكون ولد الكاريان وفي النفس ديال الرجولة على انني نكون ولد الفيلات وديوتي وشماتة. هانتي دابا كتعتبر راسك بنت عائلة، انت السريعة، انت كتعتبر راسك العائلة المثالية وبنت عائلة، انتي وحدة من الدولة ديال الخلاب ووالا. يلا هنا نقارنوا بينك وبين الخزان، فرق شاسع، لا مجال للمقارنة بينك وبين الخزان. انت كتقولي على ولد الكاريان، وتحية لولاد الكاريان في مكانوا، الرجال والنساء اللي عندهم النفس ديال الرجولة، ماشي بحال وحدة شماتة ديال الخلا. والبارح كتكتبوا في العنوان ديال اللايف ديالكم، واش هادشي اللي كيوقع لينا ماشي عادي؟ زعما راه كتسولوا. انا بغيتكم هذاك السؤال اللي درتو البارح في اللايف تسولوا به راسكم نتوما بعدا، قبل ما ديروا اللايف سولوا راسكم، قولوا علاش كيبقى علينا هذا الشيء كامل؟ علاش الناس كيهضروا علينا بالخايب؟ علاش هاد القنوات كامل كيهضروا علينا؟ اجي نشوفوا المحتوى، عالجوا راسكم نتوما الاولا، عالجوا المحتوى ديالكم اللي كتقدموا. قولوا داك العنوان اللي درتو البارح، واش هذا الشيء اللي كيبقى علينا ماشي عادي؟ كان لكم تسولوا راسكم، واش هذا الموضوع اللي كنقدموا عادي؟ واش هذا المحتوى اللي كنقدموا لهاد الناس عادي؟ غتلقاو تما الجواب، ماشي غتسولوا المتتبعين واش هذا الشيء اللي كيبقى علينا عادي. علاش هادشي اللي كيوقع لكم نتوما ما وقعش مثلا علاش ما وقعش للسعاد مثلا؟ ياك نتوما في نزاع مع السعاد، السعاد هي شاده دخل سوق راسها خدامه على المحتوى ديالها، علاش السعاد ما كيوقعش ليها هادشي اللي كيوقع لكم نتوما؟ المجموعه ديال القنوات بزاف ما كيوقعش لهم هادشي، ولكن حيت مقدم المحتوى ديالهم زوين، ماشي بحالكم نتوما مقدم لينا واحد المحتوى خايب، وملي كيهضر عليكم شي واحد او لا كيحاربوا داك المحتوى التافه ديالكم كتقلقوا، وواعر فيكم شناهو، مازال كتسطحوا وكتجبوا، عندكم السنطيحه كتجب انت ومدام بوزينو جالسين كيتحداو، راه قد ما تحديتوا الخزان قد ما غادي ينزل عليكم الراس، راه ما غاديش يرحمكم. غكونوا اكيدين باش تخرجوا باعتذار المغاربه كاملين، تعتذروا وتقولوا حنا غنشدوا المحتوى نخدموا على المحتوى ديالنا نقي، لا، انتم ضروري خاصكم تبقاو تستفزوا القنوات وتستفزوا الشعب المغربي بصفه عامه. والخطير في الامر كما قلت لكم هو مجموعه ديال المتصلين اللي كانوا كيتصلوا بهم البارح، اغلبيه كيعرفوهم، اغلبيه دوك العاقصات دوك اللي ما عندهم ما يدار اللي كيبقاو يتصلوا بمدام غزينو ديما وكيهضروا معاها في الخاص، ومقيد السميات ديالهم المفرقع، هما اللي كان كيطلع معاهم البارح في اللايف. حيت والله العظيم اذا كنتي كطلع الناس اللي كتعرف والناس اللي كيتواصلوا معاكم في الخاص بالسميات، وكنتحداك لانك كتبقى تشوف في التليفون بواحد الطريقه، وملي كتطلع شي رقم كتكون مأكد من راسك، كتهضر معاه بواحد ارتياحيه، هو السلام عليكم كي دايره بخير، يعني السيد كتعرفو ولا السيده كتعرفها. انا حيت عارف اي واحد في الدم ديال التمغربيت وعنده الغيره على الوطن ديالو ما غيشجعش لينا بحال هاد المحتوى اللي كتقدموا نتوما. وتحيه للمجموعه ديال المتصلين اللي اتصلوا البارح وعطاوكم للراس وبينوا على التمغربيت ديالهم اللي ما باغنش هاد المنكر اللي كتقدموا لينا في اليوتيوب. كتسالو كتقولوا حقا هاد الظلم اللي كنتعرضوا ليه هاد المحتوى، وكيطلعوا شي عاقصات دوك كيسهروا معاكم الليالي وكيبقاو يهضروا مع رويده ستيل وكيهضروا مع غوزينو وكيهضروا معاك انت في الليل، راه قالوا شي ثلاثه متصلين ولا اربعه اللي قالوها، قال لك حنا كنهضروا معاكم في الواتساب، راه هضرت معاك غير البارح، راه هضرت معاك غير البارح، يعني هادوك ديالكم وماشي بعيد تكون انت وصيتيهم قبل ما تفتح البث. حقا راه غندير واحد البث، طلعوا باش تلمعوا الصوره ديالكم، حقا راه شوفوا راه كاين الناس اللي كيبغيونا وكاين الناس اللي ما كيبغيوناش، هادشي اللي باغي نتقدموا. وتحيه لشي متصلين اللي اتصلوا البارح وعجبوني فيك الصراحه، هادوك هما اللي بردوا القلب ديالي اللي عطاوك علاش كدور، الا واحد الوحده اللي ما عجبتنيش اللي اتصلت قالت لي انا ريفيه بغيت نهضر مع غوزينو بالريفيه، هو داير لايف للمغاربه يعني بصفه عامه كلشي ريافه وجاده كلشي، يعني خاصك تهضري باللغه العربيه،
السيده هضرات بالريفيه وبدات كتعاير في الخزان بالريفيه عندك السيده، قالت لي واقيلا راه ولد الكاريان، انا حدي فهمت الكاريان، ولد الكاريان ولد البراكه، علاش شنو الفرق ما بين ولد الكاريان وولد البراكه؟ خاصش هذا شنو عندك فيه، هذا شنو عندك فيه الدماغ، اشنو عندك فيه، اما ولد البراكه ولا ولد الكاريان ولا ولد هادي، ما بقاش دابا واكله. اللي ولد الكلاب وولد الجوع هو اللي كيشوفك فين ساكن او لاش كتاكل ولا لا، بالعكس بقات في هذا اشنو فيه دماغك اشنو فيه، باش عرفوا راسكم نتوما صافي تقاداو ليكم وتبغوا تلمعوا الصوره ديالكم بواحد الطريقه. وكتسعوا البارح في السوبر شات، فعلوا الخاصيه ديال السوبر شات، بعدا داروا لايف ومفعل الخاصيه ديال السوبر شات، حيت كان كيبقى فيهم الحال ملي كيشوفوا الخزان كيتصيفط ليه السوبر شات اولا شي واحد كتجي السوبر شات كيبقى فيهم الحال. المهم علينا فعلوا الخاصية ديال السوبر شات، طلع الناس كيتصلوا بهم اللي كيعرفوهم العاقصات دوك الجعواقات دوك الميمات اللي ما عندهم ما يداهم سالين قبهم، كيتصلوا بهم حق انا هضرت معاك قبيله، لا انا هذه الصوره ديالكم زوينه، هذه مدام غوزين وتي حاسه براسها تبارك الله كيحسب ليها شكرا وي شكرا. انت كما قلت لك المفرقه، بغيتي الناس يبعدوا منك وبغيتي تخدم على راسك والمحتوى ديالك نقي، غير المحتوى ديالك. اما المحتوى اللي كنتي غادي فيه ديال الضرب في السعاد وعقوق الوالدين فكون اكيد ما غاديش يخليوك ترتاح، وما حدك انت كتحدى القنوات ومازال كتجبه ومازال عندك السنطيحه قد قد الطوبيس، اكون اكيد القناه اللي درتيها غادا تطير، قناه اللي درتيها غادا تطير، واخا ما خمسين عليك الخزان غير المتتبعين غيطيروك القناه، لانك انت حتى واحد لاي اي مغربي حر، اي مواطن مغربي حر ما غيتقبلش حقوق الوالدين يكون عندنا، ما غيتقبلش مرات توصف الجهاز التناسلي ديالها في اليوتيوب انا عندي غوز انت عندك حال انت عندك هادي، هذا هو المحتوى ديالك. مش ما كتسولوش راسكم، سول جلسوا مع راسكم انت وغوزينو، قول علاش هاد الناس كيحاربونا، علاش هاد الناس ما كيبغيوناش، علاش هاد الناس كيكرهونا. انت راه ماشي شي ستار اللي غتقول حق اعداء النجاح، راه ماشي ستار انت ولا شي حاجه، راه قناتك على شويه ماشي قناة كبيرة ولا قناة مليونية غتقول كيحسدوني. جلس مع راسك وطرح هذا السؤال على راسك، قول علاش الناس كيحاربوني، دير هاد النقط وزيد واحد الطابلو هنا، ها المحتوى ديالنا شنو نقدمو فيه، عقوق الوالدين، اغتصاب، بيدوفيل، واحد خارج من عندكم هذاك خويا هو في السجن، يعني المحتوى ديالكم ديال الرذيلة، حاولوا تبدلوا المحتوى ديالكم وبدلوا ديك السمية وديك الصورة اللي درتي ما كتشرفناش، دير التصويرة ديال سيدنا. حتى كتقدم داك المحتوى ومسخ وزيد بالتصويره ديال سيدنا وقال لك اسره مغربيه اصيله، هذا هو اسره مغربيه طنجه ماشي اصيله، ديك القوالب ديالكم وداك الشيطين ديال مدام غزينو راه كلشي عاقبيه وكلشي تفرش وكلشي بان. لايكات اخوتي والتعاليق والبارطاج فضلا وليس امرا.